عندنا مسابقة الأفلام العربية الفصيلة التسجيلية فيها 18 فيلم من 14 دولة، من الإمارات عندنا بحر، ومن مصر عندنا جيل جديد من ديلو، عندنا من فلسطين خلف ستار الضباب. طبعا احنا لما بنلاقي أفلام متميزة ممكن تدخل في المسابقتين، مسابقة البحر المتوسط ومسابقة الفيلم العربي مدارس من دول البحر. وقلت ما دام في رجل محطة مشتت أو اختيار فرنسا في الشرق مثل مهرجان هذا العام، وتكريم المخرج الفرنسي الكبير ألان ديلو، ولأنه ما دام في رجل عندها معاد فإحنا هنستمع لها من الكلام. تفضل. مهرجان هذا العام في الشرق en Égypte, en France et dans tous les pays de la Méditerranée. Et le cinéma, le 7e art, certainement la discipline artistique qui permet de mieux d'exprimer tous ces bouleversements que je connais. Parfois difficile de trouver des salles qui projettent des films français, malheureusement. C'est d'où l'importance de ce type d'initiative du Festival du film méditerranéen qui permet d'avoir accès à des films qui ne sont pas forcément dans les salles. انت صحيح تاخد صورة لكن هتوصل رسالة، فخد بالك ان الخط بتاع المصورين الخط الصحفيين نحتفظ بيه ونحتفظ بالمهرجان ده، قيمته تنظيميا وقيمته يمكن قد اضطرت للتدخل في هذا الموضوع بشكل او باخر، لان المفهوم السنة اللي فاتت ان احنا بنعمل فرح، بنعمل احتفالية، بنقول للناس ان احنا كتفنا في كتف بعض، هو اللي بيوصل للامان، الامان بان احنا نبقى كلنا في اتجاه ان احنا بنتحرك لصالح الوطن، وزي ما بقول دايما تختلف الرؤى انما الهدف واحد، فالهدف الواحد ده بيحمينا في تجمعنا، فالرساله كانت رساله احتفاليه، ما كناش مهتمين بالبطوله دي قوي، السنه دي احنا مهتمين بشده بان احنا بنقول ان احنا اكثر رقيا من اي مهرجان هتشوفه بره، اكثر انضباطا، أكثر إدراكاً إن إحنا بنصدر رسالة للعالم اللي بيقول إن مصر قادرة على تنظيم أي حاجة في أي وقت بالشكل اللي إحنا نتباهى بيه ونقول إن إحنا عملنا عمل محترم، لكن ده برضه خليه نعمل مع الناجحين، كل واحد وهو بينجح يدرك إن هو يقتطع من نجاحه جزء صغير لصالح المهرجان كله. يعني لو إنت بتصور من على مسافة 10 متر خليها من مسافة 30 متر عشان الموضوع ينجح، واحنا الخطوط هتبقى واضحة، وأعتقد إن احنا محتاجين دعمكم بدل ما نبقى يعني شكلنا كل ما صوتنا وطي كل ما صوتنا وطي كل لما نتدخل يبقى احنا كلنا مراعيين بعض ومراعيين الفكرة اللي أنا بقولها، يمكن هي دي اللي دعميني في المقام الأول إن احنا المهرجان السنة دي يبقى نموذجيين تنظيميين إن شاء الله فنياً، ده مشروعي حضراتكم، واعتقد انهم قادرين عليك شدة، وكل ما الاعصار هتبقى اهدى والامور ماشيه، اعتقد ان الشيخ الفني هيتغطي. بشكر كل بعتذر عن امبارح، حضراتكم عارفين احنا امبارح كنا في ترسيب الحدود لغايه الساعه 6 او 7 بالليل، النهارده برضه بالمناسبه كنت احنا عندنا رئيس محكمه كبير رئيس نيابه كبير فالحقيقه كانت انا خارج النقاط بيني وبينهم 11 12 ونص مواضيع كتيره اتفتحت، ان انا هكون هنا واحده في الميعاد واحده. فماتت لدرجه ان انا في ناس سلمت عليها وانا واقف ما حركتش، يعني مش هدعي لو المرور صعب ولا المرور برضه في السن يعني عشان ابقى مجامل لنفسي، انما الحقيقه سعيد جدا بحضرتك وسعيد برضه باختيار فرنسا، لان اعتقد ان نموذج لهذه الحالة الثقافية.
اقرار ان هذه البذور الثقافيه هي التي حمتنا فلا نقلل من امرها. هذا الوعي الذي صنع سينما ومسرح وكتاب وكتاب من الفنون هي التي صنعت الوعي المصري الذي استطاع ان يقف في لحظه ما واستمد هذه البذور الطاقه التي وقفت لتقول تحيا مصر نبيا وعصيا عادلا. مدينة عظيمة زي الإسكندرية إحدى المدن الهامة التي استطاعت إنها تصنع لمصر خصوصيتها وشخصيتها الفريدة المميزة على هذا التراب وعلى تلك الطرق. مرت مواجهة فنون وفكر قوامة الاستبداد وقوامة التطرف والتعصب وحمت مصر بفضل الفن وبفضل جيشها في ان تكون دائما يعني بلد متفرد. عندما ننظر للبلاد اللي حواليها حتى فيها بعض من هذه الثقافه التي في الاسكندريه ومصر لهما خصوصيه كبيره. اسمحوا لي في البدايه بمواجهه الشكر لسيد المحافظ طارق مهدي محافظ الإسكندرية، وأقول إن هو لولا سيد المحافظ ما كانتش دورة الرياضية كانت تقيم. إن هو وقف جنبنا بكل جهده ووقته وخصص نفسه